رافض اللوبي اللي في متصل بالداخل، اي برنامج للداخل ينقصوه للداخل، يعني فهم حد يجيب لنا المشاكل ويجيب لنا هذا. انها كانت اصلا معطيانا لا 10% اجمالي المشروع، اذا تفاجئوا بديك 10% اجمالي المشروع ما في احد من الداخل. كي قلت لك عليها قصاونا يديروا لنا في بيتي دو بروجي، يعرفوا كلها يجي يدافع على البروجي ديالو، واش عارف عرفوا اللي عندنا متطفي على الدومين يلغونا. تالي حنا هنا بغينا نعرفوا المشكل عشان تفدوا ابناء المنطقه، لي كريتير شنو هما؟ راه ما يمكن 100 بقعه مخصصه لشباب المنطقه باقي نقبلوا منها 20 ولا اقل. نرتفدنا حنا فاشل شي، علاش نرتفد؟ هذا الحيوان بويا صدق عليه الذي هي الارض احنا في لاحيين، وحنا ما لقى الملك عنه مشروع ملكي. المشروع اللي اعطاه الشباب ما لقينا منه مو 20 لقاش. اهلا مشاهدي كرام، مشاهدي انفاس بريس، ضمن حلقه خاصه من برنامج ضيف وقضيه. الضيف معنا هو محمد أبو بكر، مستشار جهوي بجهة الداخلة أواد الذهب المعارضة. أما القضية اللي غادي نناقشوا معه هي ما أثير مؤخرا في مجلس المستشارين حول توزيع الأراضي الفلاحية بهذه الجهة. شكرا سيد منير. هو هذه الأراضي الفلاحية جات من بعد انطلاق جلالة الملك البرنامج التنموي ديال الأقاليم الجنوبية، واللي كانت توجيه جلالة الملك واضحة وندارو فيه مشاريع، واحد 5000 هكتار في الداخلة و 5 هكتار والعيون الجدور، ما عرف واش كان هذا 3000 ولا 4. المهم وهذو نعطاو باش يعالجوا المشكل التشغيل، لانه معروف عن جهات الجنوبية الثالثة الجنوبية عندهم مشاكل في التشغيل. اولا كانت الدولة متكلفة في الماضي بتشغيل الشباب بتوظيفه بطريقة مباشرة، سواء متخرج من الجامعات سواء متخرج من المعاهد، سواء في ذاك الوقت ما كان عنده قاعدة تكون، وكانت الدولة هزت كل شيء ورفضت منه. اليوم الدولة أعطت اختصاصات وأعطت دار في الجهة، ومع الجهة شنو؟ يعني كل جهة خاصة تقوم بواجبها وإمكانيات ورصدت الإمكانيات. هذا المشروع مشروع ملكي وأعطاه جلالة الملك للداخل وخاصه يبقى للداخل، وحنا ما لنا قابلين عن أي مشروع أعطاه جلالة الملك للساكن في الداخل ينقلع منه. كيفاش ينقلع منه؟ ينقلع من هذا غناط، لأنه النهار الأول منين مرق المشروع ومرقت له الإمكانيات وحدد له المكان وقسم على 3 فئات، كاينة فيها صقرة وكاين فئة متوسطة وكاين فئة أكبر من ذلك. وهذه الفئة الصقرة اللي هي معروف عن الجهة هي اللي تقلع مشكل الشباب والتشغيل، نعطات لها لا 10%. من 5000 هكتار نعطاو لها، نعطات لها 500 هكتار، لأنك إذا قبضت مشروع وقسمت على 5 هكتارات كتعطيك 500. منين هما اللي ديك 500 انعطات؟ هذه 100 مشروع انعطات، انفتحت امام الجميع، ندار لها طلب بالعروض وكل شيء شارك، يعني اي انسان. الشروط اللي كانت؟ الشروط ما الشروط عنك تقدم ملفك وتقدم ملفين، واحد اداري وواحد تقني. الملف الاداري اما تديره باسمك واما تديره باسم شركه، إذا كان باسم شركة تقدم ملف الشركة كامل وتقدم إمكانياتك وتقدم داكوسيون اللي عندك وتقدم، والملف التقني كيتنا على دراسة ويتنا على معطيات وقدموا وفتحوا الأظرفة في كل جهة اللي كتحسن واللي كتحصل هذا هي لضع. هذا المشروع نعطى لضع في الرباط بدل ما يندار في الداخل، ولان يعني لاضع عندها فرع في الداخله ووزاره الفلاحه عندها مديريه جهويه في الداخله، وكان يارتو المشروع يندار في الداخله. يا غير كاع المشروع الداخله ما نعطالها، نعطالها بالاسم كي. لان بالاسم مشروع نعطى للداخله كجهه، نقولوا هذا المشروع هذا جاو عليه جا وزير الوزاره تكلموا وجات الناس وخلق كاع من المسؤولين المنتخبين اللي دار به حمله ودار به مسائل عنده العود نتيجته للداخل وكذا. ولكن انت لو خرصوا تقسيم وقلت لك الداخل انا اعطيت لها 10% ولا انا اعطيت لها لانها ما خصصت للداخل وحده، فتحت للجميع، دار فيها طلب عروض
وطلب العروض مفتوح للجميع. وطني. وطني شاركت فيه الناس كاملة. منين خرجت مربو انفتحوا الملفات الإدارية كل شيء تخطى. رغم أنه قاع المشروع كامل ما الناس ما عمرت عليه. قالت منه تقريبا 30% فيها فئة الصغرى فيها المتوسطة فيها الكبار ما عمر عليهم 30%. منين التحق ملف الإداري انقصات الناس منين ظهروا النتائج. وهذا هو اللي ودى خلقت ذي الضجة في الداخلة وهو اللي البارح كيما قلت شفت عليه كاين البرلماني المحترم اللي يمثل الداخلة اللي كان اطرح النقطة ولا نعطى ولا وخلاه قاعد يتكلم وقام الضجة اللي الوقت هذاك السيد راهو برلماني وراه يمثل الجهة وراه كلامه هو كلام الجهة هو كلام الناس اللي ماهي داخلة في الخندقة. لا غير شرح الأكثر هو تم حرمان الناس عندهم أحقية في الاستفادة ولا شنو؟ شوف هما الناس قدمت ملفاتها كامل ملف الإداري قبل الناس كامل ولكن مثل منين ندار الملف التقني قالوا جمعت عليه لجنة في الرباط هون في الرباط ودار التصفية وخطات اللي قالت هي عن ذوك الملفات عنها انقبضت فيهم الشفافية ومزيان وعن ذا اللي انقصى اقصاوه غير الملفات ولكن انت واحد يتخطى ملفه إداريا ولا تندال له ملاحظة وذوك اللي عندهم ملاحظة في الملف الإداري اللجنة لا ضاق كتبت لهم وجاو وصحوا لكش اضريب لكن اللي وعد الظهر واللي استفادها احنا اللي نطالبه به اضريب اللوائح بعد يعني عارف شكون استفاد يعني كطالب لوائح المستفيدين بغينا اللوائح ديال الناس ملفات المشاريع الصغرى وبدينا اللوائح ديال الناس المتوسطه وبين الكبرى شكون استفاد ونظن انه البرلماني البارح ها هو مطلب ديالهم وهذا نقول لك انا عنه هو مطلب الجهه ومطلب الساكن واش عندكم شكوك في الناس استفادوا ما عندهمش احقيه كاينه مثلا واش موجوده خلفيه موجوده هذه على حسب علمي وعلى حسب اللي بدا يظهر عن اللي في الحكم البرلمانيين والرؤساء اللي في الاغلبيه اللي تخطى مباشره كاع راه ظهر واللي تخطى عن طريق ثاني واللي تخطى من الملفات المتوسطه والصغرى الا ناس اللي تنتمى لبعض الاحزاب وعلى راسهم الحزب اللي قوه الحكومه هذا الفئه الصغرى الاغلبيه اللي تخطى منها ناسهم والمشاريع هما اللي كانوا مقدمين يقد يقولوا لنا عنهم ما تخطى طريقة مباشرة ولكن احنا عارفين كيفاش استفادوا خالقين ملفات ثانيين استفادوا عن طريقها يا غير كاع باش نقلعوا الشك ونعرفوا عن العملية دازت بنزاهة الكشف ديال اللوائح خاص نكشفوا اللوائح ياك نعرفوا شكون استفاد ياك نقولوا هذا المشروع ها اللي استفادت منه الساكن في الجهة قد كذا من المشروع في المتوسط وقد كذا من المشروع في المشاريع الصغرى وقد كذا من المشروع في المشاريع الكبرى نعود عارفين شكون استفاد لانه راهي البرامج علاش في بجدور نفس المشروع استفدت منه 90% اللي في بجدور هذا هو السؤال في تجارب اخرى في جهات اخرى ما كانش وعلاش احنا في الداخل اليوم في هذه الملفات خارج الناس اللي استفادت من العيون وخارج الناس اللي استفادت من اكادير وخارج الناس اللي استفادت من كل غليم على حسب موالاتها احنا ما عرفنا كان ذا المشروع معدل للساكن وين دارت الحل به المشاكل والله معدل لبعض الفئات من الناس باش تستفاد وتراكم ثروات كما كان عندها وهذو ناس رانا تاريخنا ظاهر واستفاداتهم ظاهرة في قطاع الصيد البحري وفي الأراضي وفي ذاك الشيء اللي كامل قد تخط هو الناس الثانية ما يستجبرش اللي ما هو الحزب اللي سير الحكومة ما يجبرش ما عليها الله احنا هذه الساكنتنا اللي تابعانا واللي تابعة الجهة واللي احنا نمثلوها واللي دارت فينا الثقة من جميع الأحزاب الأحزاب اللي ناهي الحكومة فين مشاتنا اليوم باش تجبرها تتكلف ذا الملف والله تجي خاصة كلمة عمل تتكلف مدير لا دام يقول لك انا ما في ديوان
وانا بعد قالها لي وراني عاذر وقطع. قال عنها في دول وزير الصيد البحري والفلاحة هو اللي يجاوب عليه، والسؤال ديال البرلمان خاصو يجاوب عليه ويعرف عنه ما هو السؤال. هو ذكر سؤال الساكن، لان مما تفضلوا الساده البرلمانيين اللي انتموا لاحزاب الاغلبيه ولا ظهروا ولا تكلموا ولا طالبوا معناها عارف يمشي. بالعكس ماشي ما تكلموش، حبسوا البرلمان انه حبسوه وضايقوه كاع في الدور باش ما يتكلم وقيمون وضجر وفي الاخير تهموه عنه لا ما هو مستفاد. ايه هذاك السيد علاش ما علاش ما علاش هو ينقص كاع هو كاع يلعب ما هو شاب من بلاد الوطن ما عنده يقدم مشروع من حقه فيه في الناس يا غير كاع هو هدفه ما هو ذاك هو هدفه على الساكنه تجبر حقها من جميع المشاريع. هذا المشروع عليه ملاحظات كثير، وانا بعد نصيف دفاعي في المنطقه سياسي ونمثل الحزب المعارض وعضو في المجلس الجهوي وعضو في المجلس البلدي نطلب من الصحافه في المشهد اولا يعطونا اللوائح يظهروا اللوائح للناس كامل، ثانيا اللي ما يستحق ما خاصو يستفاد، ما خاصة تعود تنعطى امتياز الرئيس عنده الامكانيات وفات استفاد من البحر واستفاد من الارض واستفاد من المشاريع الكبرى ويسير المال العام وينعطى لهم اللي نشره. هذا عندنا احنا كنا قاعد نتكلموا فيه ونطلبوا فيه المحاسبه، هذا لا تزكيه. هذا المشروع البارح اللي مرق والله هو البارح اللي كل الناس اللي ما يستحقوه مثلا عنهم مزكين على يمشوا لقدام ذاك الشيء اللي يعدل. هذا شيء خطير ولا صح؟ لو بغينا نتكلموا على هذه الارض الفلاحيه سبق منا كان العقار ايضا في الداخل كان واحد الموضوع تجاذب عدد ديال الناس اللي تراموا على العقار او تم تفويت عقارات كبيره لهم. علاش الدخل دائما ساحه ديال الفضائح بهذا الشكل هذا؟ هذا السيد منير هذا السؤال واجيه وطارح بلدو وخاصو يجبر جواب. علاش الدخل ينفعل في هل ما ينفعل في الجهات الاخرى؟ علاش؟ انا قلت لك غير على الدخل اللي بغى يظهر فيه يجي، اللي بغى يدير السياسه يجي، اللي بغى يدير المال يجي، اللي بغى يبيع في الاراضي يجي. هذا الشيء ماشي معروف. هذا مشروع ديال هذا السيد ديال العمران، الاراضي الداخله ماتت فيها الروح. كيف ماتت كاينه الروح وملكت للناس، تملكتها مجموعه من الناس طريقة شرعيه ولا غير مشروع؟ طريقه مشروعه ولا غير؟ او انت منين تعود الوراق يمرقوا موافقه على اعطيتهم السلطه ما هي مشروعه. ولكن علاش المعيار اللي عطات عليه السلطه ليش؟ علاش التزيئات تنعطى لبعض الاشخاص يمشوا يبيعوها؟ وهذا الملف ما كنا باغي نتكلموه ولكن فرض علينا من باب المسؤوليه امام الله وامام جلاله الملك وامام الساكن وامام التاريخ ان نتكلموا في هذا الموضوع. احنا ما راضيين كابناء جيت الداخل اللي بغى ترفعه واللي بغى ترضيه على هذا الشيء اللي وعدل في الاراضي. كاينات التزيئات اللي نعطاو للرجال 300 و400 و500 بقعة ارضية يمشي يبيعها، كاين اللي نعطاو للنساء وكاين اللي نعطاو لكل حد، ونعطات الاراضي بالاكتارة ونعطات الاراضي بالالاف. واليوم داخله من لا سارقه الى الكارنت كل شيء موزع لهالدرجه، كل شيء حتى الاماكن العموميه ما سلكت، حتى الساحات ما سلكت. نعطاها المدينه هذه مقبل على مشاريع عموميه الدوله خاصه فين مزيان كيفاش غادي تنجز مشاريع وما عندهاش عقارات؟ هذه الدين علاش قابلت له وكيفاش نخمولها حنا في التطور اللي تكلم عن سلفت عن الغبيب وهذه المشاريع الكبرى اللي دارت الدوله على راسها المينا الاطلس داخل اليوم صبحت رهينه امام مجموعه من الناس تتحكم في الاراضي تتحكم في كل شيء. باش يكون في علمها في المرحله الماضيه
في الانتخابات الفائتة. باش نجحت الناس، باش نجحوا الناس اللي كان عندهم علاقة مباشرة مع السلطات في ذاك الوقت بلا راضي. أن واحد مترشح تنعطى له في الكويت بقى يمشي يوزعها، نتحمل مسؤولية كلامي وكاين وعارفين روسه. احنا سكتنا ولا تكلمنا، ما كنا باقي نتكلم، ولكن علاش نسكتوا كاع؟ احنا علاش نسكتوا كاع باش تموا ساكتين؟ علاش اللي ليس زايد علينا منهم فاس في الوطنيه؟ احنا وطنيين، ولاد وطنيين، تاريخنا معروف، باتنا معروف، اش كانوا يديروا؟ هما اللي هزوا المقاومه في الداخل، هما اللي اسسوه. احنا من نهار جينا عايدين الى ارض الوطن في 89، احنا 87 احنا كنكابروا ونجاهدوا ونخدموا ونحاول، واليوم الحمد لله راه انا واضح ما عندنا علاش نسكت، ما عندنا الفساد، ما عندنا ملفات، ولكن المسؤوليه تفرض عليك واحد الوقت على نفسك. هذا الشيء راه ما تلاقب اغبون وراه عاد يكون خطر. هذيك الاراضي خاصة تفتح فيها تحقيق، لين جات جاو لجان ووقفوا وباشروا ووقفوا على الخلل وجبروا الفساد الكبير في الاراضي، وانجبرت الناس اللي عنده 60 و70 استفاده شخص واحد، انجبرت الناس اللي نعطات لها التجزئات، وكاين اليوم الاراضي في الداخل اللي قسمت ما عندها مصادر اداريه، وراه كتعرف الاملاك المخزنيه داكشي، وراه تعرف الوكاله الحضريه داكشي. برك هذيك الاراضي خاص يفتح فيها تحقيق، وخاص يكون اللجان اللي جات ومشات بالملفات يجبر لها معنا. علاش جات اللجان ولا تحقق؟ وفين من بعد 7 أشهر؟ ما كاين والو، ما كاين والو. الاراضي ضريك اللي توجد اللي منها باقي عند الناس واحد فيه، غادي يوجدوها ضريك للحملات الانتخابيه، وغادي نكرروا نفس الامر، وغادي نكرروا نفس الامر. واليوم في الداخل شكون اللي قدر يترشح فيه؟ حتى اليوم منين تترشح تجبر واحد معاك المال العام مستولي عليه، لا راضي الفلاحيه مستولى عليه، لا راضي الثاني هذه عنده ملفات، شكون تلقى دي نفسه؟ وكيفاش تقدر تغير خريطه الداخل في المستقبل؟ واش الداخله ما عندها الحق تتغير نخبتها السياسيه؟ ما عندها الحق، علاش؟ ولكن تحت ظل هذا ما كان يتغير. كاين الشباب اللي واعي، كاين المثقفين، كاين الاطارات اللي خاصتها، ولكن امام اللي يترشح له ويجيك واحد داير من وراه وداير من وراه ويترشح له، ومنين ينجح اش يقابل؟ قابل المصارف الخاص، ما هاك يخرص الهم، ولا عنده كبد على الداخل ولا ساكن خرص غير شنو يربح ديك الولايه؟ اش خسرت؟ اش غادي نعوض؟ نعوضو من البحر ولا نعوضو من الاراضي ولا نعوضو من ثانيا؟ مازلنا في اطار الاراضي. بالنسبه للمشاريع اللي تندار، حنا قطاع الصيد البحري رانا باش نعرفوا شنو هو وضعه اليوم. وضع اليوم قطاع الصيد البحري ها هو الاستنزافات الثروة مشات، ها هو اليوم المعهد العلمي الصيد البحري دار اجتماعات ودارتو معها القرفة، وشفتو داكشي اللي قال، وشفتو الناس اللي كذا، وشفنا كلام المدير، وشفنا كذا، والثروة السمكية بدات تنهار ديك الساعة منين اكتشفت هذه الثروة السمكية؟ شكون كان مستفاد منها؟ شكون كانت الساكن في الجهة متمثلة في أبناء الجهة اللي قاعد يشتغلوا في البحر يخدم فيه، اللي عنده زورة يخدم فيه، اللي عنده رول يخدم فيه؟ جا المخطط وقاد ذاك الشيء وقلع من ذا وقلع من ذا وعطي لذا، وندار واحد المخطط اللي قولا ذاك الشيء اللي ضعيف خاصو يخرج، وخرجت الناس وحنا منها، حنا خرجنا، خرجنا استطعنا، إنما تينا قاعدين نواكبوا، مرقنا، ما عندنا إمكانيات باش نخدم،
علاش الجهه كانت تعتمد على الصيد البحري ومقابل الصيد البحري شنو؟ الفلاحه. الفلاحه فيها صنفين، فلاحه اللي دارت للسقي، وكانت الفلاحه اللي الثروه المائيه اللي داخله عندها فرشه مائيه واللي كانت هي اللي دارت الفلاحه، ونعجبوا مستثمر ولا اثنين وقبل رياسه من الاراضي داروا المشاريع. من اتقاد ثلاث الناس تقدم ثلاث كذا جات الناس حفاظا على الثروه المائيه، خاصه نوقفوا الاستثمار في الفلاح، ما فينا نقدروا نزيدوا مزيان وقفوا. عندنا 1500 هكتار هي اللي تنعوض، هي اللي اتفقت عليها وكاله حوض المائي والفلاحه والمدن، وعاد الترخيص مقفول، وعاد الكونترا ديال اللي تندار مع مع مع, مع ليطا محكم فيه، تقدم مشروع ديالك تبنيه ولا تدير مقفول، وعادت 1500 كتنعطى من تحت الدف ونتحمل مسؤوليه كلامي، وكاين اللي استفادوا منها. هذو الايام، هذو الايام اللي مراك فيهم المشروع كاين اللي استفاد، ومن الناس اللي نبع عندها نفوذ، والناس اللي كتسير في الجهه، ناس اللي قبضت هك وقبضت هك، وراهم معروفين عارفين روسهم. علاش هذا؟ علاش تمنع الواحد وتعطي الواحد؟ علاش تخلي واحد وتعطي واحد؟ كاين ناس اللي بادرت واستثمرت ودارت مشاريع اليوم على ارض الواقع، ولها عامين خدام واستفادت من الدعم، ولكن الكونترا متنعتلها. ديك الكونترا متنعتلها، لها عنه هاي المشاريع اللي تندار باش ما نطولوه، يا مرتين عرف ليش هاي الثروه خاصهم الساكن تستفاد، والحق تستفاد من الساكن، ويلا تبعوا عنها عن انعكاسات على الساكن. ومشروع من اللي يعود يندار بامكانيات الدوله وتنعطى عليه، وبالاخص منين يعود مشروع ملكي يا مدير في الجهه، يا تو يبقى الجهه الداخل، ويا المعايير اللي تقدر تستفاد منها من جهه الداخل ينعطى. باش ما نطول، كاين طلب يقربوا يسمعوا هذا المشروع ديال 5000 هكتار، ونقولوا اللي وزع منه 3700 على حسب علمي، كاين 1300. انا نطلب من باب موقع ومن باب المسؤوليه ومن باب ارجع للجهه عن هذه 1500 يخلوها للجهه الساكنه، ويغيروها من البرامج، البرنامج اللي كان مدير فيه، ويديروا لها برنامج خاص لبناء الجهه، ويقسم على الفئه الصغيره 50 هكتار. ومنين نقبضوا 1300 راهي تعطينا 250 مشروع، ومنين نقبضوا 250 مشروع ونخلوها للجهه الداخله، ونخلوا السلطات اللي تكلف بها توزيعها وعلى راس السيد الوالي نحلوا مشكل، والا رانا نعودوا صبينا النار الزيت على النار. الوالي راهو عنده اللي يكفيه، وذاك اللي جاء دخل عليه راهو معروف وراعيه يجاهد يوميا باش نجيبوا له ملف ثاني ديال الشباب وديال كذا ونطرحوه له، وهو كان في بدايه ولايته تجمع مجموعات من الشباب اللي مقصيه وبالاخص القوارب المعيشيه، ودار واستجابوا له وجاوه ودار معاهم لقاء واستقبلهم وكبر بهم ولود لهم الحلول. جزء منهم جبر له حل في البحر عن طريق ارضاء معه، والجزء الثاني المشاريع في البحر. ايوا هي نتيجه المشاريع. لهذا انا نطلب من المسؤولين الله يجزيهم بخير عن هذه الجهه، راهي صافي بركه عنها تندار فيها، تندار فيها الامكانيات، تخسر فيها الدوله امكانيات كبيره، ولا تنعكس على الساكنه المحليه ولا الساكنه ساكنه الجهه بجميع وكوناتها.